السلام عليكم لطيف، جسبي راكم ملاح. الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم على الحس الطريط اللي في البيدال تاع اللومبريه. دونك هذه كليو 4 ان دو ايسونس 75 شوفو فيها الحس في اللومبريه. راكم تسمعوا لو كنريقلو لها العلفه تاعها، نديرو لها شويه غريس باش نريح من هذا الحس اللي يروح اللي ديرونجي في الراس. دونك دوك نقلعو العلفة تاعها فوالا ونقرسوها كيما راهي. فوالا هنا العلفة اللي ترغي، فوالا الزدار اللي راه فيها. هنا نديرو لها شوية كريس، نعاودو نرجعوها كيما راهي كيما كانت. فوالا لاكراف راهي ركبناها البيضاء، ونعاودو نرجعوها في الاخر. كي تشوف دروك فوالا سي فيني، سي تيرميني بو لو بروي. بون فوالا سي تري سام، سي تري فاسيل. بارك الله فيك حمزة، يعطيك الصحة. ميرسي فريد. ايوا على بروشان فيديو ان شاء الله اخوتي. السلام عليكم.